وفي ملف آخر يعنى بالجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، فالليلة تستأنف الهيئة عقد جلسات جديدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أجل كشف الحقيقة ورد الاعتبار. وعن تفاصيل هذه الجلسة العلنية السادسة التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة، تنضم إلينا مباشرة من مقر مركز صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة مفيدة الأخبار مفيدة الماجري. مفيدة، أهلا بك، ما هي مميزات هذه الجلسة؟ أهلا بك درة. ما يميز جلسة الاستماع العلنية السادسة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هي أنها تزامنت أو انعقدت خصيصا لأحياء الذكرى 39 لأحداث ما يسمى في التاريخ النقابي بالخميس الأسود. هذا التاريخ جد في 26 جانفي من سنة 78 و900 و1000، خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، وذلك نتيجة لمواجهات عنيفة وصدام حاد جد بين التونسيين الذين خرجوا للتظاهر بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل والأعوان الأمن والجيش التونسي في تاريخ أو في نظام البورقيبي. ولأن هذه الجلسة العلنية السادسة تحيي الذكرى أو ذكرى الخميس الأسود، سيتم التطرق بعد قليل للاستماع لشهادات لضحايا انتهاكات تلك الحقبة التاريخية، فسيتم الاستماع، ومن المنتظر أن تستمع هيئة الحقيقة والكرامة إلى 6 شهادات، 3 حالات تعرضوا للتعذيب والمحاكمة غير العادلة، وحالة تعرضت للتعذيب والإيقاف التعسفي، وحالتان تعرضتا للتعذيب المؤدي للموت. إذن ولمتابعة هذه الجلسة التي ستنطلق بعد قليل، توافد العديد من السياسيين وممثلي المجتمع المدني وأيضا من المنظمات الوطنية وغيرهم وأيضا نقابيين، ونحن ضر أيضا هنا لمواصلة ومواكبة فعاليات الجلسة السادسة لضحايا الانتهاكات. سنوافيك ضر أنت ومشاهدينا في نشراتنا اللاحقة بأبرز ما جاء فيها. أكيد مفيدة، وكما ذكرتي تتزامن هذه الجلسات مع الخميس الأسود الذي يعد مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد. شكرا لك مفيدة الماجري مفادة الأخبار على كل هذه المعطيات. نواصل إذن مشاهدين ذكرى 26 من سنة 78 و900 و1000، ذاكرة دوينت بدم شهداء أبرياء، مرحلة من تاريخ تونس المعاصر. فبعد مرور 39 سنة عن هذه الذكرى، ما زال الخميس الأسود كما أطلق على هذا اليوم جاثما على الذاكرة الوطنية، وحدثا يختزل سياقات مرحلة بأكملها من التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد. 39 سنة مرت على أحداث 26 من جانفي سنة 78 و900 و1000، ما زال وجع ذلك اليوم المخضب بدماء المئات من التونسيين من سقطوا في المواجهات العنيفة بين حزب بورقيبة الحاكم في ذلك العهد وبين الاتحاد العام التونسي للشغل جاثما على الذاكرة التونسية. هذا اليوم الذي بات يسمى الخميس الأسود تحول من اضراب عام أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الحبيب عاشور إلى انتفاضة شعبية رافضة لسياسات حكم الحبيب بورقيبة آنذاك وخياراته. فبالعودة إلى أحداث ذلك اليوم كما دونته دفاتر التاريخ، فإن العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم والمنظمة الشغيلة شهدت تصدعا حادا بداية من شهر جانفي من سنة 78 و900 و1000، حينما عبر الحبيب عاشور عن سخطه من الحكومة معتبرا أنها تتجه نحو الرأسمالية على حساب الوطنية. وبدأ الوضع في البلاد ينبئ بأزمة خانقة على جميع الأوجه، خاصة مع شدة مرض الرئيس بورقيبة وتكالب المقربين منه على السلطة غذتها التحويرات الأمنية التي وصفها البعض بعسكرة وزارة الداخلية، سيما بعد إقالة وزير الداخلية آنذاك طاهر بالخوجة المعروف بميله للحوار، وتعيين وزير الدفاع عبد الفرحات مكانه، وتعيين الكولونيل زين العابدين بن علي مديرا للأمن الوطني، مما ساهم في اشتعال الوضع أكثر ونزول الجيش لأول مرة إلى الشوارع.
وعمت المسيرات والمظاهرات العمالية والشعبية شوارع وضواحي تونس العاصمة وكبريات المدن التونسية، رافقتها مصادمات مع قوات الأمن تسببت في أعمال عنف وحرق وتخريب، مواجهات أربكت النظام وجعلته يمضي في خيار المواجهات الدموية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، ليسقط بذلك المئات من الشهداء والجرحى في وقت حاول فيه النظام اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل بالعصيان المدني ومحاولة قلب النظام. 26 من جانف من عشرية سبعينيات القرن الماضي، أمس في قرايات المؤرخين حدثا يختزل سياقات مرحلة بأكملها من التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد.